كابتن علاء، انا بسال سؤال. الكلام ده احنا ما قلناهوش دلوقتي، احنا قلنا كل مره كنا بنتكلم في تطبيق تقنيه الفار، وقلنا ان كان هناك استعجال كبير جدا جدا. تاني بقول، مش بقول الكلام ده النهارده، ولكن انا قلت هذا الكلام قبل كده اكتر من مره. ليه؟ استعجال كبير في استخدام التقنيه، استعجال كبير في تدريب الحكام كابتن ايمن، استخدام كبير في التكنولوجيا اللي موجوده اللي احنا بنستخدمها. على سبيل المثال في مباراه زي النهارده في هدف الكره عبرت ام لم تعبر. طيب المفروض النهارده في تقنيه الفيديو في حاجه اسمها عندي الجول لاين تكنولوجي، دي نمره واحد الف ب. ايه هي الجول لاين تكنولوجي؟ اللي هي تكنولوجيا خط المرمى. صحيح. انا النهارده لما اتعاقد مع التقنيه يا كابتن احمد لابد ان انا ادخل فيها. انا عندي دوري مصر النهارده بيتصرف عليه فلوس كتير من اقوى الدوريات، يبقى انا النهارده ما بخلش على ان انا اجيب تقنيه متكامله فيها الجول لاين تكنولوجي اللي هي بتريح الكل. هو احنا كابتن متعاقدين على التقنيه دي في ماتشات النادي الاهلي؟ لا، احنا التقنيه كامله في الدوري المصري. انا بتكلم في حاجه مهمه جدا يا كابتن، النهارده في هدف جه طبعا، لما يكون الجول لاين تكنولوجي اللي هي تكنولوجيا خط المرمى. انا عارف يا كابتن، حتى لو مساعد ما شافش ما رفعش، الحكم ما شافش ما رفعش، الفار عنده ما شافش. انا عندي النهارده لو التكنولوجيا موجوده بتديني اشاره للحكم في اقل من ثانيه ان الكره عبرت هدف، بيحسب الهدف. صحيح. ما نخشش في الجدال ده كله. اذا انا في البدايه ما عنديش الجون لاين تكنولوجي. طيب الحل ايه؟ على الاقل انا النهارده كابتن بعرض الماتش بتاعي بست كاميرات. كابتن احمد، كابتن علاء، اثنين كاميرتين بيبقوا في نص الملعب. كويس. كاميرتين خلف المرمى، ادي اربعه. كويس. وكاميرتين مع الحكم المساعد هنا، وهنا ادي الست. ست. اين كاميرا خط المرمى؟ صحيح. اللي هي المفروض طالما ما عنديش تكنولوجيا خط المرمى، المفترض ان انا احط كاميرا على خط المرمى. اللي هي ايه؟ تقدر توضح لي تماما 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 هل الكره عبرت بكامل محيطها خط المرمى بين القائمين والعارضه ولا ما عبرتش. للاسف ايضا ما عنديش تكنولوجيا خط المرمى، ما عنديش كاميرا على خط المرمى، وبالتالي انت بتتكلم في ايه يا كابتن؟ حضرتك بتتكلم في ايه؟ طب انت النهارده بتطبق التقنيه على اي اساس؟ ده احنا بنتكلم فيما يخص الجول لاين تكنولوجي، فيما يخص الكاميرا اللي هي المفروض تبقى موجوده على خط المرمى، للاسف الشديد هي مش موجوده. طب ما كده يبقى قراراتها كيف؟ لا، احنا قلنا في الاول كان في استعجال وعدم تدريب للحكام، لان الحكام ما خدتش فتره تحكيم. كابتن النهارده احنا بنتكلم في خبرات حكام الفار. لابد ان الحكم الفار النهارده على الاقل يبقى حكم كبير. صح. ما يبقاش انا عندي حكم امكانياته وخبراته قليله، وبالتالي هو بيحكم على الحالات، لان هو بيبلغ الحكم على الحالات اللي هي ايه؟ فيها اخطاء. النهارده بيكون عنده حكم ما عندوش خبرات طبقا اللي هو الثقافه اللي خدها في القانون، طبقا لخبراته هو النهارده بيشتغل. لا، النهارده المفروض حكم الفار النهارده يبقى اكثر خبره من حكم الميدان. كابتن، دي مسؤوليه مين؟ المسؤوليه اللي هم في البدايه، خلينا نتكلم معاك بامانه، تم اختيار الحكام. لا يعني كان لابد. مسؤوليه مين في الفتره الحاسمه؟ لجنه الحكام. مسؤوليه مين في الفتره الحاسمه من الدوري دي؟ ان انا ما اجيبش ناس كبيره زي ما حضرتك بتقول وخبره وكفاءه في الفار. ليه؟ بالظبط كده يا كابتن، احنا قلنا ايه؟ انا قلت الكلام ده يا كابتن الحلقه اللي فاتت واللي قبليها ولادي، قلت من فضلك لو سمحت النادي الاهلي او النادي المنافس عندنا اربع خمس مرات، من فضلك مش عيب انك انت تقرر الحكام، سواء كان حكام الميدان او حكام الفار. مش عيب، لان عندي مسابقه صرف عليها كتير، الانديه بتصرف مجهود كبير من الجهاز الفني ومجلس الاداره والانديه واللاعبين. يبقى النهارده خطا تحكيم النهارده بيخسرني ثلاث نقاط. ببص الايه في النهايه يا كابتن احمد، خسرني بطوله، انا خسران مثلا 12 بطوله. كابتن ناصر، الف ليه لما يبقى في لعبه عليها جدل المفروض حكم الفار يعمل ايه؟ كابتن احنا هنتكلم في الحاله لسه، انا بتكلم بصفه عامه، انا حاجه للحالتين. النهارده انت حضرتك بتتكلم ان حكام الفار مستوى ضعيف وما تمرنوش بالشكل اللازم. تمام. النهارده انا بتكلم على لعبه جدليه عليها جدال. الف ب، حكم الفار المفروض يعمل ايه؟ هو المطلوب النهارده في حاله من الحالات اللي معايا النهارده، حاله لا بشك فيها، كان لابد. هو ما شكش فيها اسامه. كان اسامه. هما ما انا عندي النهارده كابتن حالتين. النهارده في حاجات مش محتاجه تدريب، في حاجات بالظبط ما شكش اصلا، وابدا عدم اهتمام، محتاجه ضمير. ممكن ثانيه واحده، اللي انت بتقوله ده الصح، انك هو اساسا ما شكش في اللعبه. الكلام ده لو شك دي الكارثه. طيب هو ما شكش في اللعبه، يعني هو عدى اللعبه بدون اي اهتمام، ما فيهاش شك. بص يا كابتن اسامه، الطبيعي انه يشك لو هيرجع تاني. بص يا كابتن علاء، خلينا نتكلم، مش هنتكلم كلام، ولكن انا عندي الفيديو اللي من خلاله بحكي فيه يا كابتن. انا ما بجيبش حكم من بره عشان يبقى كلامنا مقنع جدا جدا، ونقول ان احنا لينا او ملناش، او النادي الاهلي ليه او طلع ليه، لابد من خلال لقطه
الصوره او لقطه الفيديو اللي موجوده معانا. خلينا نحكي في انا النهارده كان معايا حالات كتير، ولكن اختصرت الحالات لحالتين مهمين جدا جدا يا كابتن ايمن. نروح للحاله الاولى، وانا بس حابب اعرض الحاله الاولى وهقول لك ازاي الحكم المساعد رقم واحد تحسين المساعد لم يشاهد ابدا الكره من خلال اللقطه اللي معايا. مظبوط. يبقى نمره واحد الحكم لم يشاهد، نمره اثنين المفروض المنوط ان هو يشاهد ويدي هدف او مش هدف، الحكم المساعد لم يشاهد. طيب انت عندك تقنيه الفيديو، اين تقنيه الفيديو من هدف النادي الاهلي اللي تم تسجيله؟ نروح للحاله ونشوف. هي اعتبرت الكلام لم تشاهد هي كمان يا كابتن. الكلام مش بالكلام يا كابتن ايمن، عندنا لقطه ونشوف. هات لنا اللقطه يا ابني. هنا هناك لاعب نادي الطلائع على خط المرمى ولاعب النادي الاهلي على خط المرمى، الحكم المساعد رقم واحد تحسين ابو ستار حاددين الرؤيه عنه، مش كده؟ تمركز 10 10. قول لي بالله عليك. لا خلينا بس لو سمحت خليني في اللقطه اللي انا كنت بحكي فيها عشان اوصل الامور ل ان الحكم مساعد. ستوب، بس هي دي لحظه الهدف. ايوه. طب حد يقول لي ان الحكم مساعد هنا شاف الكره تعبر؟ لا ما يشوفهاش. ليه كابتن ما يشوفهاش؟ حاجبين الرؤيه عنه الاثنين تماما، وهو معذور. وهو معذور. الحاجه الثانيه القائم ايضا. أيوة. القائم. يبقى اذا النهارده الحكم الميدان في تمركز لا يسمح له بمشاهده هذه الحاله. يبقى اللي قاعدين في التكييف. المساعد رقم واحد لا تسمح له الرؤيه ان هو يقول هدف من عدم. مظبوط. تعالى بقى نروح لتقنيه الفار. حضرتك موجود في تقنيه الفار. هذه حاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا، وانا هحكي افتراضات من خلال الصوره اللي موجوده وهقولها كان هدف او مش هدف. طيب هذه اللقطه انا بستغرب هي لم تستغرق في المراجعه 10 ثواني في الوقت اللي في حالات خدت 5 دقائق يا كابتن ايمن. صح. حالات واضحه جدا جدا جدا، يعني اهداف صحيحه تاخد وقت، ركلات جزاء صحيحه تاخد وقت. كابتن انا عايز اقول لحضرتك حاجه بعد اذن حضرتك، معلش مش عايز اقطعك. النهارده في كره كوميديه، ماشي، في مش مباراه الاهلي، المباراه الاخرى اللي كانت بين نادي الزمالك ووادي دجله، كره جت في العارضه واضح جدا 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 انها حتى ما نزلتش على الخط، والفار قعد فيها 3 4 دقائق بالظبط. هرجع تاني يا كابتن، احنا قلنا هناك لقطه للنادي الاهلي في مباراه خدت 5 دقائق 38 ثانيه، وكانت لقطه واضحه جدا جدا. طيب لما تكون حاله من حالات هذه الحالات المهمه المؤثره في نتيجه المباراه، هل من المعقول النهارده انا كفار ادي كونفيرم عليها في 5 ثواني؟ لا طبعا. دي عليها علامه استفهام، يعني انا عشان ارجع ديت على الاقل اشوف اكتر من زاويه اتاكد من الكره هل هي عبرت بكامل محيطها خط المرمى بين القائمين وتحت العرض ولا لا، انما اعمل كونفيرم في 10 ثواني دي حاجات انا مش مقتنع بيها يا كابتن. دي نمره. حتى لو معلش يا كابتن، حتى لو النيه مبيته انها مش هحسبها، يعني اضحك على اضحك على اللي حواليك، يعني هو ضرب 5 دقايق وفي الاخر تقول لا، انما بالزبط. حاجه زي كده في 10 ثواني. عارف يا كابتن حاجه اسمها تسويق القرار، يعني ايه؟ خد وقتك بالظبط، حتى حسسنا ان احنا ان انت حضرتك بتراجع. صح. انما زود حاله من الحالات المهمه جدا جدا. طب تعالى نشوف يا كابتن، هنا اللاعب لاعب نادي الطلائع هنا عنده الرجل اليمين تقريبا بتلامس خط تقريبا المرمى. انا هعمل افتراضات واحكي بالمنطق. بالمنطق. مظبوط طبعا. مش مجامله لحد. طبعا. طب لما تبقى الرجل اليمين على تقريبا على خط المرمى. والشمال فرد مفروض. الساق الشمال. خلينا اقول المسافه ما بين الركبه، لان احنا لو خدنا الركبه والخط، الركبه على الخط والقدم لحد المشط اللي هو لمس الكره اخر حاجه، دي قد ايه؟ صح. دي قد ايه؟ نص متر على الاقل. ده سؤال، يعني ده انا بتكلم في صوره. يا سيدي لو انا بتكلم غلط قول لي انت بتتكلم غلط. انا شايف ان هنا من الركبه للقدم او المشط اللي هو لمس الكره، ان هنا بالتاكيد الكره عبرت بكامل محيطها خط المرمى. كون انك انت حضرتك كفار ما عندكش امكانيه وما عندكش لقطه، ده مش ذنب النادي الاهلي، ولكن احنا بنحكي في لعبه كابتن هنا. انا شايف ان هنا هدف صحيح 100%، الكره تعبر بكامل محيطها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضه، وهنا زي ما قلت الحكم مساعد معذور، الحكم معذور، ولكن انا النهارده بحمل تقنيه الفار عدم احتساب هدف في هذه المباراه، هدف كان مؤثر في نتيجه المباراه اعتقد. كويس. ده خطا من الاخطاء المؤثره اللي النادي الاهلي النهارده خسر نقطتين. كابتن بعد اذنك حضرتك بتقول يعني ما اقدرش انا اتجاهل حته ان انت بقى
ما عندكش التقنيه دي او ما عرفتش تستخدمها، هل هو سوء استخدام ولا نقص في الامكانيات؟ كابتن ايمن احنا بنتكلم بالتفصيل. انا عندي زي قلت التقنيه غير متكامله، وحتى دي مسؤوليه مين؟ اللجنه الثلاثيه لما جت قالت ان التقنيه كانت مع شركه كويس. هذه الشركه لا مش مؤهله بنسبه 100% النهارده يبقى عندنا هذه التقنيه اللي هي تعتبر مش عاليه. نتكلم في عدد الكاميرات ودي مهمه جدا جدا، قلت اكتر من مره ان هناك مباريات بتتعرض ب 33 كاميرا، مش هروح 33 كاميرا، هروح مثلا ب 20 كاميرا، هروح ب 13. هل من المعقول ان ما عنديش كاميرا على خط المرمى يا كابتن؟ مش ممكن. وانا مش عندي الجول لاين تكنولوجي، يعني مفترض انا بدل بعرض بسته اعرض بثمانيه، احط الكاميرا على الخط هنا وخط هنا. المهم النهارده بنتكلم في القصور من الكل. هناك بعض الحكام لم تتدرب بشكل جيد، زي ما قلت كان يجب اختيار الحكام ذات الخبره. لما اجي اختار الفار اختار الحكام اللي عندها الخبره الكبيره، اللي هي عندها القدره ان هي عندها شخصيه. ده في مشكله ثانيه كابتن ايمن، احيانا الحكم علاء مهوب، وعلى الفار مع احترامي احمد بلال. هو علاء الان من احمد، ايوه علاء حاسس ان هو حكم كبير، أيه. واحمد لسه صاعد الخبرات قليله، دي بتعمل مشكله. محمود بسيوني حكم دوله كابتن؟ لا للاسف مش حكم دوله.